صباح الخير لكل المشاهدين بلبنان والعالم، راح فيكم بحلقتنا لليوم من برنامج الحدث. اليوم الجمعة 13 أيار 2016. ضيفنا في هذه الحلقة سيكون العميد مصطفى حمدان، والآن سننتقل إلى موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلة كلارا جحا، وبعدها ننتقل مباشرة لمتابعة مؤتمر صحفي لميشيل جابور عضو المكتب السياسي السابق في حزب الكتائب اللبنانية. إذن البداية مع الموجز وكلارا. شكرا كاترين، أهلا بكم. أعلن حزب الله فجر اليوم استشهاد القيادي الكبير مصطفى بدر الدين ذو الفقار في سوريا. وبدر الدين المتهم لدى المحكمة الدولية باغتيال رفيق الحريري كان قد صرح قبل أشهر بأنه لن يعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا راية النصر. على طريق الرضوان وفي العاصمة نفسها استشهد مصطفى بدر الدين الذي اصطفاه حزب الله رجل المقاومة الأول خليفة للشهيد عماد مغني. وقد علمت الجديد أن بدر الدين اغتيل ليلة أمس وليس في الغارة الإسرائيلية الثلاثاء، وأن جثمانه قد وصل فجرا إلى بيروت. ووفق معلومات الحزب فإن بدر الدين استشهد في انفجار استهدف أحد مراكزه بالقرب من مطار دمشق الدولي، والتحقيقات الجارية ستعمل على تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه وما إذا كان ناتجا عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي، وسيعلن المزيد من نتائج التحقيق قريبا. هذا ويشيع حزب الله الشهيد بدر الدين عند 5:30 عصر اليوم من أمام قاعة الحوراء زينب في الغبيري، وقد بدأ بتقبل التبريكات في مجمع المجتبى في حي الأمريكان من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا ومن 4 حتى 7 مساء. وكان الحزب قد نعى فجرا القيادي مصطفى بدر الدين ذو الفقار، وقال في بيان إنه القائد الجهادي الكبير، وها هو اليوم عاد شهيدا ملتحفا راية النصر الذي أسس له عبر جهاده المرير في مواجهة الجماعات التكفيرية في سوريا والتي تشكل رأس الحرب في المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وبعد حياة حافلة بالجهاد والأسر والجراح والإنجازات النوعية الكبيرة، يختتم السيد ذو الفقار حياته بالشهادة ويلتحق بقافلة الشهداء القادة رضوان الله عليهم، ومنهم رفيق دربه وجهاده وحبيب عمره الشهيد القائد الحاج عماد مغني رحمه الله. وأضاف البيان إنها المقاومة تكبر بقادتها وهم أحياء وتتشامخ بهم وهم شهداء. إذن تتقاطر الشخصيات السياسية والحزبية والأمنية والوفود الشعبية منذ الصباح إلى قاعة مجمع المجتبى في حي الأمريكان بالضاحية الجنوبية لبيروت لتقديم العزاء باستشهاد القائد بدر الدين. هذه الدماء التي تستنهض كل محور المقاومة، تستنهض كل الشعب السوري، تستنهض كل الذين يرون في محور الإرهاب التكفيري وفي المحور الإسرائيلي تحديا، يجب دحر هذا التحدي. هذه الدماء هي نذير نصر كبير إن شاء الله، وهي علامة انتصار وعلامة افتتاح الغد القادم الذي فيه كل معنى السيادة والكرامة. يعني باركت لقيادة حزب الله ولزوي الشهيد الكبير باسم السيد الرئيس بشار الأسد هذه الشهادة الكبيرة التي فيها إعلان نصر إن شاء الله ونصر قريب. هذه حرب مفتوحة، لا يجب أن نستبق التحقيق، ولكن حكما إسرائيل وراء هذا الموضوع، حرب مفتوحة مع إسرائيل. المقاومة سوف تقوم بواجبها في الوقت المناسب، لا يجب أن يكون هناك ردات فعل، ولكن نقول أنه هذا الموكب من الشهداء هو الذي يصنع النصر، كما صنعه السيد عباس، كما صنعه السيد ذو الفقار اليوم، شهيد وراء شهيد. بهذه الشهادة نحقق النصر إن شاء الله. نقلت صحيفة السفير عن مصدر وزاري أن وزير الصناعة حسين الحاج حسن بادر في مجلس الوزراء أمس إلى إثارة موضوع تعامل المصارف اللبنانية مع القانون المالي الأمريكي بشأن حزب الله.
وقال إن ما يحصل هو بمثابة عدوان خطير ويتجاوز كل الخطوط الحمر، خصوصا أن الأمر لا يقتصر على استهداف فئة أو طائفة لبنانية بل يستهدف كل اللبنانيين، مطالبا الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها خصوصا في ضوء التعاميم الأخيرة التي أصدرها حاكم مصر في لبنان. وعرض الحاج حسن مجموعة وقائع للتدليل على ما اسماه غلو بعض المصارف المحلية في تنفيذ القانون الأمريكي، وبينها إقفال حساب جديد لأحد النواب نوار الساحلي في فرع لأحد المصارف الكبرى في مدينة الهرمل، وكيف رفض مصرف آخر التراجع عن قرار إقفال حسابات النواب علي فياض وعلي عمار وعلي المقداد، كما أعطى مثلا حول مبادرة أحد البنوك إلى إقفال حساب لا يتعدى $1,000 يخص ابنة النائب السابق أمين شري الذي كان المصرف نفسه قد أقفل حسابه. في الأحداث المرتبطة بالانتخابات البلدية، جرح الشرطي البلدي في حصبية فادي مرداس جراء إطلاق مجهولين ليلا 4 قنابل وسط البلدة استهدفت منزل الدكتور وسام شروف نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني ومنزل سامي الصفدي مرشح الحزب التقدمي لرئاسة البلدية ومركز الحزب الديمقراطي ومركز نادي الجبل، وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث. هذا كان كل شيء في الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين حنا. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا. أذكر أنه في هذه الأثناء يتقبل حزب الله التعازي في قاعة مجمع المجتبى في حي الأمريكان في الضاحية الجنوبية لبيروت باستشهاد القائد مصطفى بدر الدين. طبعا قيادات ومسؤولين وأيضا مناصرون يتوجهون في هذه الأثناء إلى قاعة المجتبى لتقديم التعازي، وهذه الصور ليست مباشرة وإنما هي صور منذ قليل من مجمع المجتبى. وكان مصطفى بدر الدين قد استشهد أمس، ولم تتضح طبعا بعد طبيعة العملية التي أدت إلى استشهاده، بحيث لم تكشف بعد أي جهة رسمية معلومات بشأن ما جرى. والآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى الأشرفية مع ميشيل جبور عضو المكتب السياسي الكتائبي السابق ومؤتمره الصحفي، على أن نعود بعدها ونستقبل ضيفنا العميد مصطفى حمدان. أول شيء بريد أشكر الوسائل الإعلامية كلها المسموعة والمكتوبة والمرئية على تعاوننا معنا طيلة هالأسبوع، مشكورة. والشكر الأكبر والتحية الأكبر هي لأبناء منطقة الأشرفية والرمال والصيفي. وكل بيروت، نحن أبناء بيروت، نحن ما نشكر كل أحيائنا شارع وشارع على الوفا، على الوفا يلي تعودوا عليه مش من اليوم، من 40 سنة أيام النضال. الأشرفية هي الصمود، هي الممانعة الحقيقية، هي المقاومة المسيحية الحقيقية. ما رح نطول شعر لأنه عم ننقل مباشر، بس عنا إشياء كتير نحكي فيها. أولا نحنا وعدناكم الجمعة الماضية مثل اليوم أنه نحن بدنا نعمل مقاطعة للانتخابات البلدية والاختيارية، ومثل اليوم لما أخذنا القرار كان بالنسبة لنا كاس مر، لأنه نحن مش هدفنا نصغر أحزابنا أبدا، ولا هدفنا نحطهم بمطرح هيك يعني ينزعجوا من نفسهم. بالعكس نحن كنا حابين الأشرفية يلي هي كل أهل تطلع بنتيجة واحدة وتربح الانتخابات بمحبة مثل ما عودونا، لكن للأسف جبرونا، أحرجونا، اضطرينا ناخذ هالقرار المر، قرار المقاطعة.
أرى المقاطعة يا إخوان كلكم بتعرفوا هز بيروت. يمكن مظبوط النبض الشعبي والمزاج الشعبي كان إلى جانبنا، بس نحن كنا التنظيم، نحن كنا عم نقول الأمر لنا بهيدا الوقت. انتو عارفين انه المقاطعة أثرت مش بس على الأشرفية، والقرار أثر على كتير من الناس وعلى كتير من بيروت. يعني تصوروا نحن لو ما كنا عارفين في انتخابات كنا فكرنا منع تجول بالأشرفية نهار الأحد، لأنه ما كانش في حدا على الطرقات، نطروا الصبح لتنزل العالم تنتخب ما حدا نزل، نطروا بعد القداس العالم تنزل تنتخب ما حدا نزل، هون دبوا الصوت. الدكتور جعجع دخيلكم انزلوا انتخبوا وبكسافة. العماد عون انتخبوا يا خي لمين ما بدكم بس انزلوا انتخبوا، لأنه عرفوا انه ما بقى فيهم يجروا الناس مثل ما كانوا يجروا زمان. بعدهم هني حرام بالألف وتسعمية وستين وقت الناس بتقول ايه يا بايك انت حكي ونحن منمشي، نسيوا انه نحن بالألفين وستعش، ألفين وستعش عصر المعلوماتية، 2016 عصر التواصل الاجتماعي، 2016 يعني ما بقى في إنسان عمره سنة إلا ما بيعرف شو عم بيصير، وما بقى فيك تجره مثل الغنم. حرام هيدي ما قدروها. بيقولوا نحن منمثل 86% من كل المسيحيين. يا عمي إذا بيمثلوا 86% بلا الانتخابات يقعدوا العالم ببيوتها ويطلعوا تزكي وين ما كان. أنا برأيي أخطأوا، ما كان لازم يدخلوا بقصة بلدية واختيارية حتى ما يكشفوا نفسهم. عندهم الانتخابات النيابية رح ينوجعوا كتير بوقتها. فاتوا بين كل بيت وبيت، بين كل عائلة وعائلة، ولاحظوا بهالضيعة القوات ضد العونية، بهالضيعة العونية والقوات ضد الكتايب، بهالضيعة يعني في شيء بحير. هاي مش تحولفات، هاي دي جبنة قرروا ياكلوها ونحن مفروض نلتزم للأسف. للأسف العالم ما عدت هيك، ما عدت هيك أبدا. خلص يعملوا معروف هيدي الأوامر اللي بتجي شي من معراب شي من الرابي شي ما بعرف من وين والعالم لازم تمشي، لا هيك ما بقى في مجال. فضحوا حالهم بهاي الانتخابات. أنا بدي أحكي بعد شوي أرقام، أنا بدي أحكي بعد شوي أرقام، وبدي أقول نحنا هيدي انتخابات عائلات، هيدي مش انتخابات أحزاب. وهلأ بالأرقام بتعرفوا أنه انتخابات عائلات لمن صارت بالألفين وعشرة. وللأسف المصيبة مش بس مع الأحزاب، المصيبة مع المصدقين حالهم أنه هني حاكمين الأشرفية. هون للأسف بقدم له أكيد تحية للوزير فرعون وما بدي يزعل مني، هلأ مش مهم، بس انه ما بدنا يزعل لانه هو ابن الاشرفية. بس بنقول له يا حضرة الوزير فرعون، قبل 2005 كان الشهيد رفيق الحريري هو يطلع الليحة ويصرف على الليحة، بعد 2005 انتوا عربشتوا على ظهر كمان الرئيس سعد الحريري وعملتوا الليحة. بالألفين وتسعة تذكر يا حضرة الوزير ميشيل فرعون عربشت عكتافنا وعكتاف الأستاذ أنطون سحناوي. وبالألفين وعشرة تذكر يا وزير فرعون بالمخترة عربشت عكتافنا وعكتاف الأستاذ أنطون سحناوي. وهلأ اتكمشت بالأحزاب، قلت هيدي هي اجيت والله جابها، بس فضحت حالك وفضحتهم للأسف. تصوروا الانتخابات بالأشرفية أرمى يافطة يافطة حطيناها هلكتهم، قلنا يافطة لحالها مؤتمر صحفي. الأحزاب بقواتها وعونها وتشناكها وفرعونها مجتمعة أثبتت أنها تمثل 7%، بس هلأ رح قلكن أنه هي ما مثلت 7%، أقل بكتير. وهيدي الأرقام، هيدا انتصار لنا. يا إخوان
أول شيء بال2010 عدد المقترعين كان 13970 مقترع من أصل 53729 أشرفية فقط لا غير، كانت النسبة 24.82%. هاي معركة كانت العائلات لحالها، كانش في أحزاب، وربحتها العائلات، اللي ربح ربح والخسر رحلنا الربحان، لأنه نحن كل مخاطرنا الربحان والخسران ابننا وولدنا، وما حدا بعيد عن التاني منا، ما يجوا ويزرعوا بأرضنا فساد. الأشرفية مش رح تسمح لهم. الأشرفية اللي عصيت وسنة 78 شحطت السوري مش رح تقدر تقبل انه الأشرفية نلعب فيها كيف ما كان. ليكوا يا أخوين، عدد الناخبين هالمرة، أول شيء عدد الناخبين بالإجمال بالأشرفية 59318 ناخب، عدد المقترعين 6370، أقلام السنة لحالة 1980، أقلام الأرمن 1620، وهون فعل وخلولن انتخاباتهم 7%. بس إذا منشيلن لحالن، منشيل الأرمن والسنة، بيطلع هني الباقي 2770 مقترع. اتصارعوا عليهم كلهم، القوات والعونية والمخاتير، وكان في مش بس 12 مختار، كان في 39 مرشح، وفي ناس مخاتير من سحبة من سحبة وما بدها تكمل، عطوها ناس. ليش؟ لأنه هيدي كل الأصوات توزعت، عطيت 2770 صوت. يعني إذا بتسحب الأخدون المخاتير، وكل مخاتيرنا عندهم ناسهم عندهم خدماتهم، وإلا مش قاعدين نحن وياهم. هيدول رجال، هيدول رجال الأشرفية. بيبقى للأحزاب، والله ما عم بالغ، 800 صوت. هيدي الأحزاب المسيحية، هيدي اللي نحن متكلين إنه بدها توصلنا وبدها تعمل مساومات على ظهرنا، وشي بيقولوا هيدا بيسوى لرئاسة الجمهورية وهيدا ما بيسوى. هاي الأحزاب اللي عم بتعطل مجلس النواب ومجلس الوزراء وزبالة بالطرقات ومعطل رئاسة الجمهورية. هاي الأحزاب 800 صوت بأم لبنان الأشرفية، قلب لبنان النابض الأشرفية. هاي الأحزاب بتجيب 800 صوت. بالصراحة نحن حزنانين أكثر منهم، صراحة نحن حزنانين أكثر منهم، نحن مقهورين أكثر منهم، لأنه نحن هاي الأحزاب بالنهاية عم تواجه أحزاب تانية عندها جحافل. وين نحن؟ لازم يعيدوا النظر بكل أمورهم، لازم يعيدوا النظر بكل علاقاتهم بالناس. الناس مش غنم، خلص انتهت عصر الغنم. الناس عندها رأيها، عندها كيانة، عندها استقلاليتها. العالم عم توصل على المريخ واني بعدهم عم يحكوا هيدا 86% وهيدا 33%. خلص بقى انتهينا. عيب هالمرة، عيب عليهم، بس مرت الجاي عيب علينا اذا منصدقهم. ضلوا يراوغوا معنا، ضلوا يراوغوا معنا ويقولوا لنا تكرموا، رح نعمل تفاهم بالأشرفية، وكل مخاطير بدها تكون راضية. وتفاجأنا نهار الخميس الصبح أهم مخاتير عنا وموجودين معنا اليوم، أهم مخاتير قالوا لهم ما تواخذونا، وجابوا أتباع. عيب، هيدول صحيح أولادنا بس ما بيسوى هيك، كلهم أولادنا بس ما بيسوى هيك ينقوا. هون منقول لهم يا شباب، ربحتوا المعركة الاختيارية وربحتوا المعركة البلدية، برافو عليكم. عندكم بعد سنة مثل ما قال دولة الرئيس نبيه بري معركة الانتخابات النيابية. منا نبلغكم انه هيدي الانتخابات عملنا بالمقاطعة بلاغ رقم 1. بالانتخابات النيابية رح يكون عنا بلاغ رقم 2. حضروا حالكم،
حضروا حالكم على البلاغ رقم 2، بلاغ ابناء الاشرفيه، بلاغ ابناء الرمال والصيفي وكل بيروت. ولك سعد الحريري اعترف بيروت مدينتي، وانتم مش رح تعترفوا فينا. واهلا وسهلا فيكم. ميرسي. كم دقيقة؟ إذن مشاهدينا نعود إلى استوديوهاتنا وننتقل إلى زميلة كلارا التي توافينا بأبرز ما ورد في الصحف اللبنانية اليوم. شكرا لك كاترين، ونبدأ الصحف بجولة سريعة ولابد من التوقف مع صحيفة الأخبار التي انفردت بخبر استشهاد القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، وأيضا كان هذا الخبر على صفحتها الأولى، وبالإضافة إلى معلومات كانت أيضا أوردها بيان حزب الله. ولكن أيضا في الأخبار اخترنا لكم ما كتبته رولا إبراهيم عن الانتخابات البلدية، حيث كتبت: المتن الشمالي رئاسة الاتحاد هدية العونيين للمر. تقول رولا إبراهيم: لا حدود لسخاء التيار الوطني الحر في المتن الشمالي. في عام 2010 خاض التيار معركة النائب ميشيل المر في بلدات الساحل، وقبل بما تركه رياس المر في المجالس البلدية قبل أن يهدوه رئاسة الاتحاد. واليوم يجود البرتقاليون مجددا على أبو الياس ويعيدون تنصيبه زعيما على بلدات المتن مع حبة مسك. في مقتطفات مما كتبته رولا إبراهيم تقول: أنهى النائب ميشيل المر انتخابات بلديات المتن الشمالي باكرا حتى قبل أن تبدأ، والقضاء الذي كان يفترض أن يكون ساحة المعركة الرئيسية للتيار الوطني الحر عاد إلى جيب أبو الياس. يمكن تخيله اليوم جالسا على أريكته في بتغرين منتشيا بالفوز مجددا برئاسة اتحاد بلديات المتن من دون أن يتكلف عناء تعيين مندوبين وتشغيل ماكينة أو الدخول في دهاليز البلدات ومشكلاتها. أخيرا فازت 15 بلدية توالي زعيم العمارة بالتزكية: الدكويني، المنصورية، الجديدة، البوشرية، السد، برج حمود، الرابية، ديك المحدي، بتغرين، زرعون، الغيبة، مارشعية، المزكي، برمانة وبياقوت. وأيضا رولا إبراهيم تتحدث عن المعارك بالتفصيل، تحديدا في سن الفيل، في دبي، في أنتلياس، وتختم بجولة على هذه المعارك بالبلدات الصغيرة في المتن الشمالي. ننتقل إلى السفير التي كتب فيها إلي الفرزلي: قرار سياسي قضائي بتوقيف عبد المنعم يوسف. يقول: صارت المعركة أكثر وضوحا، كل المعطيات تشير إلى أن ثمة من يعمل ليلا نهارا وعلى كل المستويات لإبقاء المتورطين الكبار في قضية الإنترنت غير الشرعي خارج الزنازين. هؤلاء مجرمون خمس نجوم والقانون لا يطبق عليهم، وإن ما زالت مروحة الموقوفين درجة ثانية أو المحقق معهم تتوسع. وآخرهم كما علمت السفير الضباط المسؤولون عن المناطق التي ضبطت فيها الشبكات غير الشرعية. أما في أوجيرو فتزداد القناعة أن مديرها العام عبد المنعم يوسف سيكون كبش الفداء للقضية لحماية المصالح المستقبلية مع أحد أصحاب المحطات غير الشرعية. ولذلك يقول إلي الفرزلي في السفير: تفيد المعلومات أن القرار السياسي بعزل يوسف قد اتخذ ولم يعد ينقصه سوى التوليفة القضائية، فكان جوجل كاش هو الطعم الأكبر. ولذلك صار شبه محسوم بعدما اكتمل الملف أن القرار بتوقيف يوسف احتياطيا لن يتأخر، حتى أن بعض المطلعين على الملف يؤكدون أنه إذا عاد إلى بيروت قد يتم توقيفه في المطار فورا. وآخر العقبات التي أزيلت أمس من أمام الحكم السياسي الذي صدر بحق يوسف
كان اعطاء الوزير بطرس حرب الاذن للقضاء بملاحقة يوسف بتهمة الاهمال الوظيفي بعد تأخير استمر 10 ايام. وايضا يتحدث إلي الفرزلي نقلا عن الوزارة عن سبب هذا التأخير وتفاصيل اكثر عن هذا الموضوع في السفير. ايضا هذا الموضوع كتبت عنه الاخبار. وننتقل الان الى النهار ايضا في الانتخابات البلدية. كتبت منال شعية: أي تأثير لنتائج البلديات على قانون الانتخاب المنتظر؟ بعدما شرحت الواقع البلدي خصوصا تحديدا في بيروت وزحلة، تقول منال شعية: حيال هذا الواقع لا يمكن الهروب من نتائج الانتخابات البلدية، يمكن إجراء تلخيص أولي مفاده النقاط الأربعة التالية. أولا، قد يكون ممنوعا اعتماد النسبية الكاملة في أي قانون انتخاب منتظر، وخصوصا بعدما أخذت لائحة بيروت مدينة 40% من الأصوات في وجه لائحة السلطة، وبالتالي يمكنها أن تتمثل اعتمادا إذا تم اعتماد النظام النسبي ب 40% في المجلس البلدي. ثانيا، الدائرة الفردية قد تبقى بعيدة المنال لأنها تعبر أيضا عن تمثيل صغير وتلامس مباشرة خيارات الناخبين، وبالتالي قد تخفف كثيرا اللوائح المحادل. ثالثا، النظام المختلط قد يكون لتمرير المرحلة الحالية، وتتوسع أيضا منال شعية في هذا الإطار. رابعا، قانون 60 يبقى الأكثر راحة لجميع الأطراف، فمن خلاله يدرك الكل سلفا حجمه وقدرته. وقد أخذت منال شعية برأي الخبير الدستوري هادي راشد للنهار، الذي علق في حديثه للنهار قائلا: قد يكون النظام المختلط هو التسوية الأقرب إلى الحل في المدى المنظور، هذا إذا أراد النواب الخروج فعلا من قانون 60، أو إذا لم يجدوا مبررا لتبليعه للناس من جديد. من النهار ننتقل إلى الديار، التي كتبت في المانشيت: نصر الله، الذين واجهونا ليسوا أعداءنا ونتفهم حلفاءنا، ما هو سيناريو بري للانتخابات الرئاسية؟ وساطة قطرية مع السعودية بشأن الجنرال. توقفنا عند هذا العنوان في الديار، حيث تقول الديار في المانشيت إن معلومات سياسية ودبلوماسية ترددت على السواء بأن وزير الخارجية جبران باسيل أثار مع مسؤولين قطريين موضوع على الاستحقاق الرئاسي في لبنان، مذكرا بالدور الذي طلعت به الدوحة في أيار عام 2008. الآن لا تسمح الظروف بانعقاد لقاء آخر هناك، ولكن ما يتردد يشير إلى أن باسيل يريد دورا لقطر لدى المملكة العربية السعودية، التي طالما قيل إنها هي من يضع الفيتو على الجنرال. هل يستطيع عادل الجبير، تسأل الديار، أن يخرج من عباءة سعود الفيصل؟ حديث عن أن رئيس التيار قال ما ينبغي أن يقال وطلب ما ينبغي أن يطلب من الدوحة بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية. في الصحف الدولية توقفنا عندما كتبته جيروزاليم بوست الإسرائيلية الصهيونية، التي كتبت عن اغتيال الشهيد بدر الدين. تقول لبنانيز ميديا: توب حزب الله كوماندر كيلد ان اي اي اف سترايك ان سوريا. تقول جيروزاليم بوست ان القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين قتل في غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي، ولكن نشير الى ان بيان حزب الله قد نفى هذا الموضوع وصحح، وبالاحرى اورد المعلومات الحقيقية لهذا الاغتيال وهو الذي كان مساء امس. وتقول جيروزاليم بوست ان بدر الدين هو شقيق زوجة عماد مغنية، القائد العسكري السابق في حزب الله الذي اغتيل في دمشق عام 2008، وكان قائدا لعمليات المقاومة في جنوب لبنان قبل تحرير الجنوب عام 2000. وورد اسم بدر الدين في لائحة المحكمة الدولية للمتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005. ونختم مع الكاريكاتير الذي اخترناه أيضا من الديار، وذلك تعقيبا على الانتخابات الرئاسية في البرازيل: تجريد رئيسة البرازيل من منصبها بسبب الفساد، يا ريتني مسؤولة بلبنان. طبعا هذا كاريكاتير إلي صليبة. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف. فاصل إعلاني قصير، نتابع بعدها الحدث وكاترين حنا.
برحب فيكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج الحدث، وأرحب بضيفي أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان. صباح الخير حضرة العميد، أهلا وسهلا فيك بهالحلقة. طبعا يعني كان في مواضيع يفترض أنه نحكي فيها، كلها انتخابات ونتائج انتخابات يلي حصلت الأسبوع الماضي وما هو مرتقب الأسبوع الجاي. طبعا طرأ مسألة استشهاد القيادي مصطفى بدر الدين، رح نناقش معك أيضا في هذا الحدث بخلفياته ربما أن بعده الحدث غامض، يعني ما في بعد تفاصيل حول حقيقة ما جرى وبالمعاني يعني السياسية والأمنية لهذا الحدث. قبل ما أخذ رأيك بهذا الموضوع اسمح لي أنتقل مباشرة عبر الهاتف إلى زميل جاد غصن الموجود في مجمع المشتبة في الضاحية الجنوبية، حيث يتقبل حزب الله التعازي في هذه الأثناء بقيادي مصطفى بدر الدين. صباح الخير جاد. صباح الخير كاترين. تفضل جاد، يعني ماذا عن الأجواء في مجمع المشتبة، ويعني هل من معطيات جديدة صادرة عن أجواء حزب الله بهذا بخصوص هذا الحدث؟ طبعا كاترين، تختبر الآن الوجوه الشعبية والسياسية والإعلامية بالقدوم إلى مجمع الإمام المشتبة لتقديم التعازي لصيام الأسبوع ولعائلة المشتبة بعد النبأ الذي صدر خجلا عن الاغتيال القيادي في سوريا في دمشق تحديدا مع تسجيل احد ملاك الله في دمشق فجرا. طبعا حزب الله كان اصدر بيانا في هذا السياق اعلن فيه نبأ استشهاد القيادي في حزبه مصطفى بدر الدين من خلال عدم توضيح الصوره بشكل كامل حول سبب او اليه الاستهداف والاغتيال وكيفيه حصول هذا الاستهداف. وقال البيان انه سبب الاغتيال يعود إما لصاروخ المقطعي وإما للخيانة بعبوة وإما بالاغتيال عبر طيران حربي، قصف طيران حربي معادل إسرائيلي. طبعا في هذا النهار سوف تستكمل التحقيقات في ظروف اغتيال القيادي حزب الله الشهيد مصطفى بدر الدين لتوضيح الصورة بشكل رسمي وواضح. حتى هنا في جمع الإمام المشتبة في الضاحية الجنوبية في الوصول الشعبية تستمر والوصول السياسية، والآن خرج نائب رئيس مجلس النيابي السابق أمين فرزي من التعازي التي يحتضنها طبعا عائلة الشهيد إضافة إلى القيادي حزب الله وعلى رأسهم نائب الأمين العام، طبعا بحضور عدد من الشخصيات والنواب الموجودين أيضا لتقبل التعازي إلى جانب العائلة. شكرا لك الزميل جاد غصن، طبعا سنعود إليك في حال ورود أي معطيات جديدة من مجمع المشتبة في الضاحية الجنوبية. برحب فيك من جديد حضرة العميد. بدي يعني بالبداية تعليقك على هذا الحدث المفاجئ، خصوصا وأنه مصطفى بدر الدين منه شخص عادي. بداية نتوجه بالمباركة والسلام والرحمة على روحه للأخ المجاهد مصطفى بدر الدين، اللي أهم صفة من صفاته رغم كل ما حاولوا أن يعطيه من صفات مختلفة أنه كان يسعى دائما إلى السير إلى تحرير فلسطين والقدس الشريف. وأنا بعرف هالشيء وما عم بحكي من فراغ، عم بحكي استنادا إلى علمانيات دقيقة. لذلك كانت الفرحة كبيرة أنه استشهد عبر غارة إسرائيلية على أرض سوريا العربية اللي لها مدلولات كبيرة، لأن نحن دائما كنا نقول الانتصار في سوريا سيكون هو بوابة السير إلى فلسطين. لذلك مثله مثل جهاد مغنية، مثل علاء، مثل كل ومثل سمير، كل هؤلاء الذين يسعون إلى القدس سبقونا، ونحن نتمنى أنه نقدر نوصل أو نستشهد، لأنه مثل ما قال بالزمانات مصطفى بدر الدين لن أعود من سوريا إلا شهيدا أو حاملا راية النصر. لما نشير إلى جيروسالم بوست، يعني الصحيفة الإسرائيلية اليوم أشارت إلى أنه هو قتل بغارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي. يعني هذا اعتراف، هاي الاحتمالات حزب الله طبعا ما حدد طريقة الاغتيال. خليها نتركها للبيان. نعم بس في أسئلة كثيرة حضرة العميد هون، يعني أولا دمشق مش أول مرة يعني يستشهد قياديين لحزب الله في دمشق، على طول يعني أسئلة كثيرة تطرح هون. يعني
كيف بتصير هيدي الأمور؟ يعني هل هو خرق لأمن حزب الله؟ هل هو خرق للأمن السوري للمخابرات؟ طبعاً نعرف في كتير أسئلة اليوم تطرح حول هذا الحدث الذي ليس هو الحدث الأول، وأنه مصطفى بدر الدين كما قلنا يعني هو أيضاً من المتهمين بحسب المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري. لا يمكن هون كمان تجاوز هذا المعطى. طالما فتحت الموضوع، إذا مصطفى بدر الدين قاتل الحريري، إذا مصطفى بدر الدين قاتل الحريري، أنا ليه حبسوني 4 سنين؟ يقولوا لي بس أنا، ما أنا قتلته للحريري كمان. تتذكري بعد شوي اللي أقرب الناس لي صدقوا أنه أنا قتلت الحريري. إذا أنا قاتله الحريري بيكون مصطفى بدر الدين قاتله للحريري. خلينا نكون واضحين. لا نحن ما عم نتبنى الكلام، عم نقول أنه ما فينا نتجنب هذا المعطى اليوم حضرة العميد. يعني ما هم مثل المحكمة الأجنبية كان بدها تحط كرمة بالحبس، هيدي صارت هالمستوى، شو بدكم فيها؟ هيدي ما بقى معلق عليها. الأهم اللي عم تحكيه أنه ليش دمشق، وأنه هل في خرق ولا ما المسألة الأمنية. نعم المسألة الأمنية هاي مسألة معقدة جدا، وهيدي مسألة 24 على 24 ساعة على 7 أيام الصراع الدائر بين حزب الله وبين إسرائيل. يعني ما يفكر حدا انه القصه سهله، او انه الانتقال المكشوف لمصطفى بدر الدين لقياده بعض الامور الاستراتيجيه على صعيد سوريا انه اسرائيل ما بتقدره بالامن. بتعرف انت انه احنا كنا ما في امور محسومه 100% نشتغل باللواء الحرس الجمهوري. الامن الوحيد انك ما تحركي، بس تحركي كل الاحتمالات مفتوحه. ليه؟ طيب ما خبر هلا في لا حتى الناس تعرف انه لا لانه بدي اخذ منك معك خبر انه في ساتلايت بيحدد الصوت، نغمه الصوت، وبتحدد المركز المكان. يعني القصه معقده اكثر من انه زدت هل قد الامور لا يمكن ان تضبط تقصد يعني بس يتحرك، بس يتحرك الشخص صار عرضه. نعم طبعا بدي اخذ منك اكثر معلومات حول هذا الموضوع ونحكي اكثر ايضا بهالموضوع بمواضيع اخرى، ولكن في مؤتمر صحافي للاحباش في هذه الاثناء في نقابه الصحافه. بننتقل مباشره لهونيك ونرجع على استديوهاتنا من بعده. صوت احفظوا هالرقم هلا 18,049 صوت. ومن الطبيعي 18,049 صوت. ومن الطبيعي ان نحوز على نسبة قريبة من هذه الاصوات عن المقعد البلدي لمرشحنا المهندس مشاء. وكلكم يعلم، واقصد وسائل الاعلام والمرشحين وجميع الماكينات الانتخابية وجميع المراقبين والمتابعين، الكل يعلم ما ساد من لغط كبير ومشاكل وقصص وحركات غريبة منذ يوم الأحد ليلا في مركز البيال، واستمر هذا اللغط 3 أيام. والسؤال هو ماذا كان يدبر في الخفاء ويطبخ ويعجن تحت جنح الظلام؟ لقد كانت الفضيحة، بالبيروتي بنقول الجرصة، لقد كانت الفضيحة الفضيحة حين صدرت ما سميت النتيجة النهائية المشبوهة للمهندس مشاء في كل بيروت. وهلا يمكن تضحكوا، وهي 4,327 صوت. وقالوا بس هيك، أكيد الأرقام اللي حنحكي عنها بالتفصيل، يعني بس نموذج، الدائرة الثالثة اللي هي مزرعة مصيد بزقال البلاط راس بيروت إلى آخره، نحن جايبين فيها بالمخاتير أكثر من 10,000، وهلأ بيبيننا الدكتور أحمد أكثر من 10,000، يمكن 11 أو 12، في حين انه المهندس مشاء جاي بس 1500 صوت. يمكن اللي صوتوا للمخاتير ماتوا بنفس اليوم، ما لحقوا يصوتوا له المهندس محمد مشاء. في حين اذا 4,237 صوت، والله تخيني هالقد قد يعني، يعني مثل قصه الفيل اللي بيقول بيطير وما بيطير. وهيدا الكلام منحطه برسم المعنيين والقيادات السياسية
منحطه برسم دولة الرئيس نبيه بري، برسم دولة الرئيس تمام سلام، برسم دولة الرئيس سعد الحريري. يمكن ما عارفين، نحن عم نخبر هلأ للرأي العام كله. في حين أن عصام الأيسي وفؤاد صدقة المرشحين للمخترة في قيد المزرعة، بس قيد المزرعة، قد حازا منفردين بناء على المحاضر الرسمية كما سنبين على ما يلي: عصام الأيسي 6288 صوت، وفؤاد صدقة حوالي 6000، يعني 5959. وسوف نعرض عليكم الآن باختصار الجدول على الشاشة مع الشرح الموجز من قبل مستشار لجان تنظيم الانتخابات الدكتور أحمد حمود، ثم سنكمل بياننا وموقفنا من هذه القضية. تفضل دكتور. نتمنى من التلفزيونات قدر المستطاع تقدر. فيك صوت؟ في صوت؟ اوكي. نبشر بأول سلايد. شباب، اللي حنعرضه اليوم هون هو أرقام دقيقة تفصيلية مبنية على نتائج الانتخابات موثقة، ونحن حنعرض الوثائق. في مفاجأة بهالبرزنتيشن، بتمنى تركزوا معي على الأرقام مظبوط. هيدي النتيجة اللي نالها مرشح أحباب المشاريع المهندس محمد مشاقة بالدوائر الثلاثة حسب الأقلام المتوفرة عنا اللي حصلت عليها الماكينة، لأنه نحن ما قدرنا نحصل على تصاريح لكل المندوبين. نحن عنا ماكينة انتخابية تقريبا بتقارب 5000 شخص، 1600 منهم أو 1650 منهم بس مندوبي أقلام، تقريبا 825 مندوب بلدي و 825 مندوب مخترة، فما قدرنا نحصل على تصاريح. نكتفي بهذا القدر من النقل المباشر مشاهدينا، واعود الى الاستوديو مع ضيفي العميد مصطفى حمدان. حضره العميد، طبعا الارقام الانتخابيه يعني عم نشوف معارك على هالارقام، كل واحد بيقريها من منظار معين. رح نحكي بالتفصيل بهالموضوع بعد شوي، ولكن بعد بدي اكمل بموضوع استشهاد القيادي مصطفى بدر الدين. وكنا عم نحكي عن المساله الامنيه اللي هي بغايه الاهميه ورمزيه انه ليس القيادي الاول لحزب الله الذي يستشهد في دمشق. وكنت عم تقلي قبل ما ننتقل للمباشر أنه لا يمكن ضبط مجرد الأمن 100%، يعني لا يمكن لأي جهة أن تضبط الأمن قصة 100%. يعني حتى السيد حسن ما حدا بيقول أنه الأمن 100%، ولكن لما يكون قيادي مثل مصطفى بدر الدين عليه مهام التحرك من مكان إلى مكان أو الانتقال من مكان لمكان، هذا بحد ذاته انكشاف، بغض النظر انه هل يوجد استخبارات بشرية ام استخبارات تقنية ام اختراقات تنصت او امور اخرى على الاجهزة الهاتف الخليوي او كيفية استخدامها. اكيد الحزب عنده بعض الاجراءات، ولكن صعوبة الصعوبة الاساسية اللي بتكمن بالحركة. عندما يتحرك الشخص المطلوب اغتياله أو المتخذ قرار في اغتياله يصبح أسهل هدف لتنفيذ عملية الاغتيال. لذلك منا مستغربة أول شيء أنه يقدر الطيران، إذا الطيران، أنا ما بحب أعطي فرضية، أكيد بدنا ننطر، يعني ما بدي أحكي فرضية، الوسيلة اللي استخدمت في اغتيال الحاج مصطفى بدر الدين لابد أن تحدد من قبل حزب الله. أجهزة الأمن في حزب الله اللي أنا بعرف أنه في صراع إرادات بينهم وبين الإسرائيلية، مش قصة أنه شبهة إيدك والحقني في شيء دقيق، ومثل ما قلت لك 24 هيدي ما بتتوقف هاي المعركة. الأهم من كل هذا الموضوع، قدر حزب الله يعمل منظومة استمرارية العمل المقاوم، منظومة العمل المقاوم. لذلك مثل ما قاله مرة سيد حسن أيام عماد مغنية، ولما استشهد جهاد، ولما استشهد سمير، ولما استشهد علاء، ولما استشهد كل هذه القيادات الأساسية في حزب الله اللي ما كان، ولا إيس، يعني ما كان حدا يعرف بأسمائهم إلا حين استشهدهم. طبعا الحاج مصطفى مختلف بسبب هذا،
ترك مصطفى بدر الدين عشرات الالاف. وانا بقول لك الانتقام ما حيكون صاروخ ولا حيكون عمليه. هلا ما نحكي بالانتقام، بس بقول لك شغله، الانتقام انه العشرات الالاف، وانا مش عم بحكي هلا شعر ولا عم انه، بس انا معلومات معلومات، الانتقام بس يطلعوا اولاده او اللي مدربهم، المجموعات اللي مدربهم مصطفى بدر الدين، تفوت على المستعمرات اللي على الحدود من جبل الشيخ للنقورة، ساعتها نتأكد انه مصطفى بدر الدين والاسرائيلي بيعرف هالشيء. الاسرائيلي بيعرف، نحن هون جماعتنا ما بيعرفوا، بيصيروا يبنوا هلا تسمع التحليلات انه انهار حزب الله وراح القائد الاساسي اللي دايره، بيرجعوا بيتفاجئوا. الاسرائيلي يدرك تماما، واليوم كان في احد التعليقات لانه انا بتابع بعض المواقع الاسرائيليه، انه مصطفى بدر الدين صحيح قدرت الاستخبارات الاسرائيليه توجه ضربه مهمه الى حزب الله، ولكن لن يكون لها تاثير في عمليه المقاومه او الاستمرار بالتحقيق. ولكن يعني عم تتوالى، يعني صار في اكثر من قياده بظرف زمني قصير نسبيا. بدي اسالك سؤال، نسيت العالم انه المقاومه الفلسطينيه استشهد خليل الوزير ابو جهاد، واستشهد ابو اياد، واستشهد ابو الهول اذا بنعد هيدي هذا صراع مستمر. هذا صراع. طب بدي اسالك حضره العميد، يعني طبعا بعد مش واضح مثل ما قلنا، ما بدنا نستبق، يعني في تحقيقات بدها تجرى، ويمكن حزب الله يعلن هذا الامر فور توفر المعلومات الدقيقه أكيد. حول طريقه الاغتيال كيف تمت، ولكن يعني هون شو بتفرق اذا كانت، يعني عم بحكي من ناحيه الامنيه كمان، اذا كان مثلا استشهد بمدفعيه او بصاروخ او بانفجار، يعني بتفرق هون. مدفعيه بنستبعد الا اذا كانوا الادوات الاسرائيليه، يعني عصابات الاسرائيليه المستتره، جماعه داعش والنصر موجودين على الارض، يعني الإسلام. ممكن يكون في تحديد من قبل الاسرائيليه لهدف وهن بيدمروا، ولكن انا تقديري الهدف ثمين بمستوى الحج مصطفى بدر الدين، تقديري بيكون الوسائل اكثر. نعم. صاروخ ما في، لحتى يكون اكثر دقه، يعني لحتى يكون في تاكيد، يعني بتيجي بتعرفي هذه قرارات تتخذ على مستويات عليا، ما بتتخذ حتى يمكن القيادات العسكريه بدها تاخذ اوامر عليا بانه بتنفيذ، لانه بتعرفي الى ارتدادات والى تداعيات سياسيه وعسكريه وامنيه. نعم. على الساحه الاسرائيليه. لذلك انا برايي الاكثر شيء ممكن تستخدمه مثل ما استخدمته بالسابق اسرائيل هي الطيارات، يعني هلا الطائره بتطلع فوق بالنسبه للهدف اذا عم بيقولوا قرب. نعم. دمشق كمان، حتى ما فينا نحدد وين صار لانه حكي بعد قرب مطار دمشق، يعني عم بيقولوا بعده في مقر اقامته، يمكن يكون في معلومات ثانيه. عم بقول بين الحزب انه مركز للحزب، يعني انا قرب اذا قلنا قرب مطار دمشق بتطلع طياره من فوق اسرائيل، ما لنا مضطره تفوت. نعم. على الاجواء السوريه وتقصف بصاروخ دقيق ويستشهد الحاج مصطفى بنتيجه هذا العمل. لذلك وسيلة مهمة بالنسبة للتحقيق، يمكن يكون ما بعرف ما عم نقدر نحدد، مثل ما قلت لك ما بدي احكي. نعم. وحسب اذا كانت مثلا عبوة متفجرة التحقيق بيتجه باتجاه محدد، اذا كانت طائرة من فوق الاراضي الاسرائيلية. بس الصحيفة الاسرائيلية جيروزلم بوست عم تقول سلاح الجو الاسرائيلي نفذ يعني الغارة، بتعرف الاسرائيلي منه مضطر لانه هو المجرم يخبر الوسيلة تبعته. نعم. لذلك نحن بنترك هاي الامور الى تحديدها للاجهزة المختصة بانتظار بيان عن حزب الله. أكيد. يعني بالتحديد بهالموضوع. هون بدي ارجع لموضوع الرد وانتقام حزب الله، دائما يسأل عن كيف سيرد الحزب هذه المرة، هل هذه المرة سيكون رد الحزب بطريقة مختلفة؟ هل يمكن أن يكون أقوى؟ يعني بحسب رأيك وبحسب الردود السابقة على حوادث اغتيالات، كيف ممكن بطبيعة يكون رد الحزب؟ اتخاذ القرار بالحزب صرنا من خلال مراقبة، يعني مش من خلال نحن منا داخلين ضمن اتخاذ القرار بالحزب، ولكن من خلال مراقبة كيف بيتصرف الحزب بفترة زمنية طويلة. الحزب لا يتسرع بالرد، يعني الحزب عندما يأخذ القرار بالرد، وشفنا يعني الحاج عماد مغني، شفنا عن جهاد، شفنا سمير، شفنا يعني كل هذه القيادات كلهم تقريبا نفس المستوى، مش انه في يعني اكيد الحاج مصطفى عنده خصوصيته في البناء العسكري، يعني عماد مغني بعد ما صار في رد لحد هلا، يعني فينا نعتبر بشكل مباشر على بس السيد قال الرد رح يكون بتحرير القدس، معلش ولو الناس يمكن بتاخذها انه لمين يشوف كثير بعيد، ويمكن يتحقق يمكن لا يرونها وعنوان كبير جدا، يعني يرونها بعيده ونراها قريبه، هذه نحن في تفاصيل اكثر. بس اللي عم اقول لك
طبيعة اتخاذ قرار الحزب بيدرس كل المعطيات. نعم. يعني هل إسرائيل تريد جر الحزب اليوم إلى معركة بين إسرائيل وحزب الله والواقع السوري ككل؟ لأنه طبعا ما بقى في هلأ معركة محصورة ضمن حزب الله. أي معركة تفتح مع إسرائيل رح تكون معركة شاملة. نعم. يعني إسرائيل تدرك أنه إذا فتحت المعركة لن تقتصر المواجهة اليوم المواجهة الكبيرة فقط على حزب الله، إنما ستدخل إيران وتدخل سوريا ويدخل صحيح. واليوم هل حزب الله أيضا بالمقابل يعني هو يريد أن يدخل في هذه المعمعة الكبيرة وبحرب شاملة، أم أنه أيضا يأخذ بالاعتبار طبيعة اتخاذ القرار الرد من قبل حزب الله يرتكز إلى معطيات دولية ومعطيات إقليمية ومعطيات كيفية تنفيذ الاغتيال اللي هني بيكونوا عارفين كيف. لذلك مثلا انا اذا بدك اتحمس بالحماس وبالهوبرة بتحط اثنين سكوت بالجولان او ورا الجولان شوي بس فوقن على معسكر يا بالجولان معسكر عسكري مش مدني، يعني لن يستهدف اهداف مدنية بس عنده اهداف عسكرية، بطرق صاروخين سكوت انا مثلا انا مستوحى عندي بتحمس بحط صاروخين سكوت بصفقن على يا مطار عسكري يا شي معسكر. نعم. واذا بدنا نحكي بالتأني يعني ومثل ما قالوا بالعادي حزب الله يدرس الرد بتأني كبير مثل ما شفنا بالردود السابقه، يعني من حيث المكان ومن حيث الاضرار يلي كان عم يحدثها هذا الرد. انا عم اقول لك هذه طبيعه يعني الناس شو بتتصور، الناس العاطفيين اللي بيقولوا هذا الحج مصطفى بدر الدين قياده الحزب برايك؟ بس قيادة الحزب عندها معطيات تانية. أنا عم قلك اليوم قيادة الحزب منا مضطرة إذا وجدت أنه هناك مثل ما بيقولوا تخطيط إسرائيلي لجلب الحزب إلى معركة غير معروفة النتائج. وإسرائيل عارفين النتائج خاصة بدك تعرف هلأ الواقع الأمريكي أن انتخابات رئاسة الجمهورية والكومة الأمريكية اللي فايتين فيها بس حتى إسرائيل هل برأيك من مصلحتها اليوم تدخل أو تدخل حزب الله بحرب من بهذا الحجم؟ هل إسرائيل قادرة على خوض معركة بهالحجم؟ عم نقول نحن لن يكون. هل هي تعرف مسبقا برأيك هون حضرتك؟ طبعا رح تقول لي لا، ولكن هذا سؤال يسأل أنه اليوم الحزب لن يرد، يعني شافت أو إذا رد سيكون الرد يعني عابرا كما كانت الردود السابقة، فبالتالي حققت هدف وعارفة أنه لن يكون هناك يعني رد. يعني القيادة السياسية الإسرائيلية والقيادة العسكرية الإسرائيلية بتعمل استيميشن تقدير للموقف، تقدير الموقف مثل ما بتقولي لحتى تتجرأ أنه بتعمل هاي الضربة بتكون عندها معطيات استخباراتية أنه حزب الله بمكان ما لن يستطيع أن يكون له حرية الرد العنيف لن أو يذهب بعيدا يعني. لن يذهب بعيدا في الرد، ولكن ما بتعرفي كمان بالمقابل المعطيات اللي عند مش بس حزب الله، محور المقاومة ككل اللي هو حتى في الداخل الفلسطيني ما تنسي انه حزب الله ليس فقط واقع لبناني او واقع سوري او واقع ايراني، هناك واقع فلسطيني ايضا المحتل. يعني ممكن تسمع بالايام القادمة مثل ما سمعنا بعد فترة من استشهاد عماد مغنية انه صار في تفجير بقلب تل ابيب وصار في تفجيرات معينة، وحتى يمكن الناس نسيت انه كان في احد الفلسطينيين اللي اعتقلوا قدر يوصل على النادي الرياضي اللي بيعمل فيه رئيس الاركان السابق الرياضة فيه اللي راح وقت اغتياله. يعني كل معطيات تدخل ببعضها لاتخاذ قرار رد او عدم الرد او الرد المحدود. نعم، اذا ما علينا الا الانتظار اكثر لمعرفه طبيعه الاختيار. بس انا اتمنى ان تضرب شي قاعده عسكريه، انا عم بحكي نبض الشارع انه تضرب ولو كانت يمكن الاثمان، بس هذا الحماس مش الواقع تضرب لها شي قاعده بس شي صاروخ صاروخين ثلاثه ينزلوا بشي قاعده طيران اسرائيليه او بشي معسكر اسرائيلي. نعم، فلنعود الى الجولان مش من عندنا حتى ما يزعلوا جماعتنا يقولوا فوتنا لبنان يعني بحرب طويلة عريضة. طبعا مثل ما قلنا سننتظر مزيد من المعطيات حول هذا الحدث. بهالوقت رح نرجع لمحلياتنا البلد، يعني كان ولا زال احنا وياكي فوق على بدنا ننزل لتحت، شو بدنا نعمل يعني هذا الواقع اليوم. لبنان كله اليوم عم يحكي بلديات وانتخابات بلدية، خلصنا من انتخابات زحلة والبقاع وبيروت، ولكن زحلة يقولي بيروت زحلة والبقاع وبيروت، ولكن بعدنا يعني عم نسمع كل يوم معركة أرقام، معركة اتهامات، قراءات
قراءات مختلفة ومتناقضة جدا للنتائج وكيف يمكن استثمارها بأي انتخابات نيابية يمكن أن تحصل. بهالوقت كمان عم نتحضر لجبل لبنان. طيب. بدي منك تعليق على انتخابات بيروت. أول شيء. بالرغم من الكلام الكثير عن الأخطاء بالفرز واللي عم نسمعه، أنا برأيي أنجز وزير الداخلية أنه هذا المشروع مهنيا وتقنيا وسياسيا لما بعد هذه المرحلة كوزير للداخلية، أنجز إنجاز بأولته ببيروت بدون ما يلتفت لا إلى سعد الحريري ولا إلى من يريده أن يكون في مكان ما. لابد من الاعتراف أنه بس لما نعتبر إنجاز يعني وبالنهاية هو وزير داخلية وقام بواجبه بالنهاية كوزير للداخلية، عنده توجه سياسي، عنده تخطى برأيك يعني أنا برأيي أنه هذا المشروع تخطى كل هذه المعطيات ليقول للبنانيين لا نحن قادرين نعمل انتخابات بلدية. لو تخطيها بالنيابية شو كان حلو ما في على النيابية وزراء الداخلية أنا جايب لك على النيابية بدي أحكي أكثر من البلدية. بالنسبة لبيروت بيروت قالت كلمتها هي وساكتة. بيروت أنا برأيي انتصرت على كل من أراد أن يزلها. يعني في بعض المظاهر وهلأ لحد هلأ للأسف يعني أنا شفت امبارح على الجديد شفت منظر لا يجوز، يعني لا يجوز بتاتا بقى هذا منظر الإذلال لأهل بيروت أو لبعض أهل بيروت، مش كل لأن أهل بيروت قالوا لهم لا شاءوا أم أبو بدون يكبروا أرقام يزغروا من نسبة الاقتراع يعني بتبلش يعني الأمور انتهت قصة بيروت وفهم أنه سعد الحريري أصبح عاجزا إذا قلنا بمشروع الطوائف والمذاهب اللبنانية أصبح عاجزا فعليا عن إدارة أهلنا السنة. هون عشو عم تستند على نسبة الاقتراع العامة نسبة أو الاقتراع. على الأرقام لأنه يقال أنه على طول انتخابات بلدية بيروت نسبة ما كانت عم تتخطى ال 20-21% حضرة العامة، بس نسبة الاقتراع في الواقع السني 9% لا كان يجي أكثر. نعم. بلال حمد أخذ 65,000 عرفت كيف؟ مثل ما بيقولوا كسرت أحادية التركيبة اللي كان يركبها سعد الحريري والجهابذة تبعه صار معه هلا فؤاد مخزومي عم يتكبر عليها. الأهم ما تنسي أنه محمد سعيد فتحة أخذ أكثر من جمال عتاني ومسرة صيداني أخذت من أكثر من جمال عتاني. كمان ما تنسي في مؤشر نحن ما انتبهنا له أنه هذا الفاسد أندريا ما بعرف اسمه إليا أندريا اللي كان نتيجة ضغط بعض المواقع الدينية فوتوه لأسباب شخصية عملوه دخلوه أخذ بكعب الليستة. والأهم أنا بالنسبة لي كمصطفى حمدان أنه اليحشوش اللي هو للقوات اللبنانية أخذ فرق 9,000 عن مسرة سيدان. كل هذه مؤشرات تدرس. طيب الأهم من كل هالشيء بهذا الموضوع البلدي أنه لن يستطيع لا تنصيب الجمال عتاني وتاريخه الفاسد والمفسد اللي هو رفيق الحريري دشره ما يخبر انه هو ما كمل بالمجلس الأمناء. حتى رفيق الحريري انا مذكر مره طلع على مجلس الوزراء زعلان منه وشاله سنتين قاعد بمجلس الأمناء والاعمار الناس ناسي وتاريخه حافل مش انا عم بحكي اللي بقلب تيار المستقبل عم يحكي اهل بيت العتاني عم يحكوا عنه. بدنا ننتبه انه هلا جمال عتاني مش لوحده عنده مطلق اليد. بلال حمد كان عنده بس هلا هيدا عنده على القليل 6 أعضاء صاليين عليه. 700 مليون دولار طبعا البلديه اللي كان مفكر سعد الحريري بده يهيمن عليهم في مجموعه يعني في عندنا سليمان جابر تبع الاصلاح والتغيير يعني تبع التيار العوني في طرابلسي في الارمن في مثل ما عم قلك في ناس اوادم بلاحه البيرتي تابعين للمشروع تيار المستقبل ولكن ما بدهم يسرقوا. لذلك لا أنا مش مثل ما عم بيقولوا إنه هلأ وضعوا إيدهم على 700 مليار ومدري شو، لا أنا برأيي اليوم المجلس البلدي بده يكون في حساب من داخله وإلا بده يتفجر. كمان البعض بيشوف إنه هالشيء قد يزيد من مشكلة المجلس البلدي أكثر من مصايبه لأن بنعرف على طول مثل ما عم بيصير بالحكومة يعني هالتناقضات ولو كان جزء منها إيجابي ولكن بتعطل العمل بالنهاية. أنا يعني ما بقول لا ممكن بس إنه مش رح تكون رحلة سهلة. إذا خلصنا من قصة البلدية أهل بيروت قالوا لا رفضوا، بس الأهم إنه سعد الحريري
قد أفلس ماديا. يعني العملية اللي كان عم تعطيه هذا الزخم بمكان ما لحتى يمارس واقعه السياسي استنادا للواقع المادي انتهت. يعني والله يعني كيف بدي اقول لك اياها، ما ينزل سمع الارض الطربه يروح رفيق الحريري الله يرحمه ليجتمع بنجيب مئات عن تمام اسلام، ما بتصير والسما زرقاء. هيدي رح تثمر توافق بطرابلس برايك؟ زحف راح زحف. تلفن له اول ما اجى على نجيب، نجيب تلفن له الحمد لله، قال له تعال عندي على العش دغري لحتى ما يجي لعنده نجيب. نجيب ذكي رد عليه، تعال انت لعندي هلا عمله صغيره راح لعنده. هذه كان يعملها رفيق الحريري، طلع عم لك والسما زرقاء. بتتذكري لما راح الطه ونجيب كان بعد وزير اشغال انه انت هيئتك ما بدك تعمل رئيس وزاره لما زار بركي من جيب نجيب، مشهورة الكلمة، قال له شايف هي إذا بتيجي تقعد رئيس وزارة مش رح خليها، مشهورة هي معروفة. بس رح يمشي التوافق بطرابلس برأيك من بعد هيدا اللقاء؟ بس بالعنه، وقال له أشرف ريفي بده يمسحه، هيمسحه. هيدا مش هيدا هيدا خلص. أنا برأيي الناس صارت عارفاني مقفل. وبعدين الإفلاس المادي مش كلام، يعني باري ماتش لازم أنتوا تعرضوها، لازم تعرضوها. طيب الإفلاس المادي يعني بس لخبرك، الباري ماتش بخمسة أيار، وباري ماتش بتعرفي مجلة فرنسوية كانت تضل تصوره وتصور الرئيس الحريري الله يرحمه ماشي وكذا، انه هني الامبراطورية المالية المسيطرين. هلا كاتبين له باري ماتش الفرنسوية عم يبعثوا له، يمكن يوقفوه بفرنسا اذا بيروح، عم يبعث له اجواء السعودية في 200 موظف فرنساوي مش دافعين له، في كاتبين عنه الولد الملعون الذي شتت اموال امبراطورية الحريري المالية. يعني انا مش من انا اللي عم بحكي الباري ماتش، يا ريت بتترجموها بتفرجوها للعالم. بالاضافه انا عم اكد لك معلومات، ولا امير يعني مش عزوز بس اللي دشر، ولا حدا سعودي عم بيساعد ولا امير. هلا هو مرتبط بالجنرال خالد حميداني استخبارات. طب ليه شو المشكله مع السعوديه كمان؟ ما بقى قبضينه. لكن ما تفكر السعوديه كمان انه ما بيقرا شو هذا. انا برايي بلش يفتشوا عن بديل، انا هذا اللي شايفه، لانه هو خلص. يعني هيك مثلا معقول واحد يفوت على صندوق الانتخابات يضيع، مش حتى بالشكل يضيع بين المخترة بتصير يعني ايه، بس انه بتصير مش بتصير حكى، لانه في كمان اعلام وعم بده يصرح وهيك. يعني بتصير مع ابو العبد، بتصير مع ابو مصطفى، بس ما بتصير معه. يعني ما بدها هالقد، بعدين عم بعيط له بطل يرد على حدا، بده يروق. ما انه يعني في اشياء صحيحه هلا بالشكل، بعدين معقول هولي نسوان بيروت مثل ما قلت له ستي ام شاكر اما لخالي ابراهيم وامي كانت تقول لي يا ابني اصحى ضلك حمول سلاحك نزل دافع عن بيروت احسن ما تفوت الاسرائيليين بهدلونا. كانت تقول له ستي ام شاكر لخالي ابراهيم، قال لي تقول له خليك مع عبد الناصر لانه هذا اللي بده يعطي يرفع لنا راسنا. بتجيب ام خالد هيدي المنظر الكاريكاتوري. نحن عنا ما بدي احكي بالاعلام عنا هيك ومن ورا كمان بتتمسخر علينا يا انت عن نسوان بيروت، هيدي كله حق كرامة بيروت. طيب هون برأيك يعني انتخابات بيروت هلا مثل ما عم تقول، برأيك سقط الرئيس الحريري؟ مش سقط، لا شو؟ كنا احنا منا غير واقعيين، مش سقط، بس انا برأيي حاطينه تحت المضويين عليه هلا اللي مدايرينه مش نحن. بس هلا شو يعني بعدين يعني بنعرف بعدين انا برأيي انا برأيي في خلط يعني دراسة احجام سياسية تمهيدا لاي انتخابات نيابية يمكن ان تحصل. هلا نحن بالنيابية بدك تعطيني وقت لاحكي عنها لانه هون الاساس. انا برأيي الرئيس الحريري مثل روحته امبارح عند تمام سلام، يعني مثل ما قلت لك رفيق الحريري ما بيعملها والسما زرقاء. بالاضافة قال عم يحتفل، زلمة مربك محتفل بيوم اوروبا. إذا بتروح هلا على طريق جديدة على زروب أم زكور ورا المدينة الرياضية محل الفقرة بتقولي له عم يحتفل ببيت الوسط الريس تبعكم بيوم أوروبا. شو يوم أوروبا؟ روح احتفل بيوم طريق جديد بيوم عايشي بكار. طيب حضرة العميد برأيك يعني عدم الإقبال الكافي على الاقتراع خصوصا عم تقول عند السنة بالواضح والصريح نعم في فضيحة منعرف بالأرقام يعني هو نتيجة يعني أخطاء المجلس البلدي السابق ولا هذه قصة سياسية كبيرة موقف سياسي من تيار المستقبل من الرئيس الحريري أو البعض بيشوف يمكن لأنه كان خارج لبنان كمان ما قدر يكون مواكب بشكل كامل ويكون يعني قريب من القواعد الشعبية. هذه كلها تبريرات بس في موقف سياسي واضح. وأنا يعني مثل ما بقول يعني
الاخ كمال شتيله واتحاد قوى الشعب العامي توفقوا انه قالوا نحن سنقاطع. يعني في قوى قاطعت، ما بدنا ننسى هذه الشو قوى لازم ننتبه لها، انه مش بس كان في بس انه لانه نواطع زعلانين من المجلس البلدي. بعدين شو عمل بلال حمد معطل؟ طب ما البيان اللي عملوه على ايام رولا العجوز من 18 سنه، رح نعمل رح بيقولوا رح نعمل جنينات، رح نعمل مواقف، رح نفتح وظائف للشباب، رح رح هلا البرنامج الانتخابي لح كمان هلا لائحه البيارتي كثير مغري، رح صارت بح لا بالمنظر. اسمح لي اتوقف مع فاصل. بس كنت بدي احكي على قصه المجلس، لانه هلا المعركه شو بدك بالبلديات؟ عن بلشت قصه الانتخابات النيابيه، اذا بدك بنحكي بعد الفاصل. نعم، نتوقف مع فاصل اذا ونتابع من بعده، ابقوا معنا. المعارك اللي عم بتصير مؤشرات بيروت عم تنعكس عليها، بدها تتاثر. انا برايي المعركه السياسيه الوحيدة يمكن بهاي البلديات هي معركة صيدا، وهلأ بنحكي فيها. بس ليه عم أقول خلصت؟ أنا عم أقول جهابزة النظام الطائفي المذهبي اليوم بلبنان، حراس الهيكل، هيكل المذاهب السنة والشيعي والدرزي والمسيحيين بكل أطيافهم، عم يفكروا هلأ أنه طالما عملناها بركة بنظمط بقانون انتخاب. ومثل ما شفت أنه خلصت بيروت بلشوا يحكوا من كبيرهم الى صغيرهم انه فينا نعمل انتخابات وساعة انه لا الانتخابات الرئاسية قبل او الانتخابات النيابية قبل. ذكرني مثل ايام بعد استشهاد الرئيس الحريري لما فلتمان صار يدفش لاستغلال دم الرئيس الحريري عملوا الحلف الرباعي والانتخابات. نعم، عملوا انتخابات على عجل. اليوم شو عم بيقولوا؟ سمعنا من القيادات طبعا لهالنظام انه قانون الستين اذا انحشرنا ونفوت فيه. لا هلا صاروا حريصين على انتخابات نيابيه، ما نعملها حتى ولو اضطرينا نعملها على قانون الستين. هني ما بدو قانون الستين لانه بيعرفوا، وهن مدركين تماما. بس يقول المجلس النيابي او مجلس الوزراء بدنا نعمل انتخابات نيابيه على قانون الستين، قد ايه كان نزل على الحراك الشعبي هذيك المره؟ 100,000. رح ينزل مليون وراح يفوتوا على قصورة، يعني يفوتوا على مجلس النيابي، راح يفوتوا على صراحة. بس حضرة العميد برأيك قانون الستين، أنا بس معك حق، خليني بس وضح. قانون الستين هني عرفانين بيعملوا انحراك شعبي، هني ما عرفوا انتين خلصوا من انحراك شعبي. بعض بخافوا من الحراك الشعبي برأيك؟ البعض بيشوف انه الحراك المدني على أحقية كل العناوين اللي عم بيطرحها، للأسف ببلد هالقد الناس في يعني كل شيء ورا طوائفهم ورا أحزابهم ما قدروا يحققوا شيء لا بالنفايات حتى هلأ. يعني بيروت مدينتي مع كل الزخم يلي كان، مع كل الكفاءات، مع كل الوجوه المعروفة اللي كانت فيها كمان، يعني ما قدرنا. خلينا نحكي عن بيروت مدينة، تحطيها على الجنب. أنا قلت لهم خليها، فيهم الناس مرتبين، بس في ناس كانت عم تتمول من هون وفي ناس عم تتمول من هون. أنا طلبت منهم ما بدي أرجع لهم لبيروت مدينة لأنه خلصوا. عم نحكي عن المجتمع المدني يعني بشكل عام، يعني ما قدروا أنه يثبتوا حالهم فعلا أو أنه يعطوا ثقة أنهم قادرين يغيروا. بيروت مدينة مش الحراك الشعبي، وجوه مرتبة، في منا منيحة وفي منا مش منيحة، في منا مش منيحة. بس خلينا نقطع، ما بقى بدي احكي عن بيروت مدينه، صاروا ورانا. طيب مع المجتمع المدني عم نحكي، عم تقول رح يكون في ثوره عليهم وحراك. قانون الستين، انا مش عم بتنبأ، عم بحكي شيء من المعلومات. اذا وهن عارفانينا، مشان هيك ما بدهم يجوا يعملوا قانون الستين. اكثر من الزباله حضره العميد، يعني في شيء بجيش العالم اكثر من انه زباله تمرتنا وما قدر الحراك الشعبي يعمل شيء. قانون الستين بحرك الناس، بيعمل ثوره اكثر من النفايات. اكثر من النفايات قانون الستين، خلص وهن عارفانينا هالشيء، هن ما عم يشتغلوا على قانون الستين. ما هذا اللي بدي اوصل لك اياه. هن بتعرفي يعني بين الخبيث فؤاد السنيورة والبقية يعني كل الجهابزة حتى كلهم بدون القانون المختلط. هذا اللي عم قلك إياه. هن وأنا برأيي كلهم موافقين على القانون المختلط. القانون المختلط، بس وين مشكلتهم بالقانون المختلط هلأ؟ أنه ما عم يتفقوا كيف بدهم يرسموا الدوائر. هيدي المشكلة برأيك هلأ؟ مش هيك لجنة التواصل ما قدرت تطلع. هني إذا قدروا يمرقوا بدون يمرقوا القانون المختلط، مش قانون الستين. بس وين مشكلتهم؟ كيف بدون يرسموا الدوائر ليضلوا؟ لأنه ما حيقدر. إذا نحن متكلين أنه هيدا المجلس يعمل قانون لإنتاج
نظام سياسي جديد بلبنان ما حيعمل. يعني شو بدك تقولي له خذ حمول الفرد او اسحالك انتحر؟ عم تقولي له انتحر ما حيعملوا هولي، ما حيعملوا التغيير، بده يجي من محل تاني. لذلك شو عم نقول؟ بدهم قانون المختلط، مختلفين على الدوائر. هلا بعد قصه هذه مسحه بعد قصه انتخابات البلديه، خلقت لهم مشكله جديده انه كيف بدهم يعلموا رفيق سعد الحريري ينتخب بالقانون المختلط. يعني غلطه بتصير هيدي. لا صعبه صعبه صعبة يعني. ما بدنا صعبة نعلق عليها كمان كثير لانه بتصير يعني كل واحد بيغلط. ما عم اقول لا انا، بس انه بالقانون اذا بالقانون المخت اذا بالصندوقان ما في غيرهم. هلا بالمختلط هيدي رح يكون عندنا مشكله، كلنا رح يكون عندنا مشكله. هي النسبيه كانوا عم يتزرعوا انه الشعب اللبناني مش جاهز لينتخب نسبيا. هيدي المره بيقولوا ابيان ليعلموا الخطاب لبيان 43 مره عيطتوا اياه، هلا بدهم يجيبوا له اساتذه يشرحوا له اكثر بالقانون المختلط. بس بدي اقول لك شيء هون حضرة العميد، يعني قصه المختلط هيدي رح يكون كل البنانيين عندهم فيها حتى مشكله هيدي اذا هيدي حتى يفهموها. يمكن لو نسبيه بس بعده اهون يعني. ما مشان هيك نسبيه اهين، بس هذا مختلط ما في منه بالعالم. ما انا هذا عم اقوله، بس انا عم تشبه انه عم بعطي انه اكثر صعوبه انك تعلم سعد الحريري. اذا تعلم سعد الحريري الشعب اللبناني كله بيتعلم. بس البعض بيشوف هيدي خطوه على طريق يعني هيدي اللي بدي العبها ذهب نحو النسبيه. هاي هلا كمان هول المنظرين تبع النظام المذاهب والطوائف عم يحكوا مثل ما عم بتقولي انت انه المختلط ما فينا نعمل نسبة دغري والشعب اللبناني بيتفاجأ والشعب اللبناني بيصير، خلينا نعمل درجة درجة. هيدي ضمن تدخل ضمن انه هيدا المجلس النيابي هيدا النظام الطائفي والمذهبي اللي هلأ ما له راس اللي هو رئيس الجمهورية ما حيحمل الفرد ويقوس حاله، بده يفوت يتسلل. بس انا رح أكد لك شيئين، انه لا يوجد انتخابات نيابيه من هلا لبعد انتخابات رئاسه الجمهوريه، ما في. وشو ما عملوا استنادا الى شو؟ الى استنادا الى الوقائع الاقليميه، واستنادا الى انهم لم يبلغوا سن الرشد في لبنان جميعهم وينتظرون الاوامر القادمه. بس شو رح تكون الحجه؟ شو رح تكون الذريعه؟ يعني الذريعه الامنيه بطلت يعني هلا موجوده بعد الانتخابات البلديه حتى بعرسال. يعني لبنان بتركت النصب والاحتيال فيها ذرائع. لا اذا كانت الذريعه المعلنه هو الامن، انه ما رح نقدر نعمل انتخابات بمناطق لبنانيه كثيره. اساسا هن عندهم ل 2017 طويله، بس ما في انتخابات نيابيه حاج تغشوا العالم، ما حتقدروا تعملوا انتخابات نيابيه، وما في انتخابات رئاسيه. لاي متى؟ لبعد انتخابات ترامب نقعد نحكي نحن وياه. منيح يعني ما اعطيت كثير ما اذا ما ننطر الانتخابات الامريكيه، نحن امام اشهر قليله يعني مش انه مش انه عم نخوف انه مش انه بدنا ننطر مثلا حل الازمه السوريه مثل ما بيشوف البعض، وانه يعني الامور بدها سنوات. لا انت اكثر تفاؤلا. لا, لا, لا ما بدها سنوات، على ما بدنا نفوت الازمه السوريه، بس انه انتظار حل الازمه السوريه وما بدها سنوات. رح ارجع لك، ولكن بدي ارجع من جديد لزميل جاد غصن. عم يغلوها بالازمه السوريه. عم تغلي. رح تستوي يعني قصدك او البيضات كله نستوى؟ هلا بنشوف. رح ننتقل لزميل جاد غصن من جديد. جاد طبعا يتابع موضوع التعازي و يعني التعازي التي تقبلها حزب الله في مجمع المجتبى في الضاحيه الجنوبيه. جاد من جديد صباح الخير، وماذا عن المعطيات الجديده التي لديك حول هذا الموضوع؟ نعم نعم كاترين، ليس هناك من معطيات بالمعنى الأمني تتحدث عن تفاصيل جديدة يمكن الحديث عنها لمعرفة هوية الجهة التي قامت بعملية اغتيال من جهة، أو لتحديد الأسلوب الذي تم به عملية اغتيال. حتى الساعة على الأقل طبعا كان هناك بيان صدر عن حزب الله يشير إلى أن هذا الاغتيال تم بأحدى طرق ثلاث، إما عبر عبوة تم تفجير بها مقر حزب الله في دمشق، وإما عبر صاروخ مدفعي، وإما عبر صاروخ من طائرة حربية. وهذه التفاصيل سوف تتكشف مع استمرار التحقيقات. هنا طبعا تستمر التعازي والوفود السياسية والإعلامية تستمر بالقدوم، وإلى جانبنا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب حكمة ديب. أستاذ حكمة، نسألك عن شو تقييمكم لهذا الوضع العسكري المستمر بسوريا، وعم نشوف انه الامور عم بتروح باتجاه تصعيدي اكثر مع اغتيالات مثل هاي اللي عم نشوفها؟ هلا تقييمنا اكيد يعني كلام السيد بالامس كان واضح لناحيه تحليله لموضوع الشراكه بين اسرائيل وبين القوى اللي المتواجده في سوريا واللي هي عندها يعني صفه الارهاب والتكفير.
طبعا الأحوال هناك تتيح لهذه اليد الإسرائيلية أن تطال من المقاومين، وهذه منا أول عملية بهذا المجال، يعني سبق وحصل عمليات من هذا النوع نظرا للتخبط، نظرا ربما للصراع والفوضى اللي موجودة في على الأراضي السورية. كلامه أكد أو العملية تؤكد هذا الكلام، هذا التحليل، أنه في شراكة واضحة بين الإسرائيليين وبين القوى الإرهابية اللي هي يعني عم بتحاول أنه تأخذ الصراع إلى مكان آخر غير نيل الحقوق وإرساء الديمقراطية في سوريا وكل هالشعارات اللي أطلقت في بداية الصراع. أخذ هذا الصراع أخذ منحى آخر هناك، يعني تصفية لكل من يريد أو محاولة تصفية لكل من يريد أن يعني يحافظ على التنوع في هذا الوطن العربي وتحديدا سوريا وغير سوريا إلى مكان آخر. أستاذ حكمة، اليوم في معروف الجو السياسي بلبنان والانقسام حول الوضع السوري ووجود حزب الله في سوريا، إضافة إلى هذا العامل في وجود عامل آخر هو أنه مصطفى بدر الدين هو أحد المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري من قبل المحكمة الدولية. كيف برأيكم راح يكون التجاوب اللبناني، وكيف برأيكم لازم يكون الموقف الرسمي اللبناني تجاه الاغتيال اللي حصل بالأمس؟ أكيد الموقف الرسمي، وإن كان هناك يعني نية للحفاظ على وحدة لبنان والحفاظ على استقرار البلد، وأن نرى بعين مجردة من دون حساسيات من هون ومن هون، أكيد هذا الاستشهاد يأتي في إطار دعم لبنان، في إطار حماية لبنان، ونحن أكثر من يتلمس هذا الموضوع بقرانا البعيدة، بقرانا الشرقية على الحدود وعلى غير الحدود، نحن نتلمس هذه التضحيات ونقدر هذه التضحيات اللي هي عم بتدافع بالفعل عن وجودنا وعن كرامتنا وعن لبنان. إذا نظروا لهالأمر من هالزاوية هذه، بعتقد أنا بقدروا ما تقوم به المقاومة إن كان في لبنان أو خارج لبنان. شكرا لك أستاذ حكمة الدب، شكرا. إذا كاترين، هذا بعض الكلام السياسي الذي نسمعه الآن في من قبل الوفود السياسية طبعا الداعمة لحزب الله ولدوره في سوريا، ونستطيع أن نلاحظ كاترين أيضا من المستوى الرفيع لتمثيل أكيان حزب الله وإما للتمثيل السياسي الذي يتواجد في مجمع الإمام المجتبى، هو تعبير عن أيضا المستوى الرفيع للقائد العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي اغتيل بالأمس وهو المعروف بلقب ذو الفقار. طبعا المستوى الرفيع لهذا القيادي في الحزب يعود طبعا لتاريخ طويل له في المقاومة وأيضا في العمل العسكري، وإذا كنا نستطيع أن نذكر في نبذة سريعة عن حياته، فهو ولد عام 61 في شهر نيسان وهو من منطقة النبطية، ولد في الغبيري. دوره العسكري حقي طبعا المعلومات العسكرية التي سوف نتحدث عنها هي تجميع معلومات غير مؤكدة من مصادر لا تمت للحزب في صلة، وطبعا الآن الحزب يستطيع بدء إصدار بعض المعلومات، كما نستطيع أن نتذكر كما حصل مع أيضا الشهير عماد بغنية لدى استشهاده وكانت المعلومات عنه جد قليلة وحتى الصور جد قليلة له، وهذه طبعا هي وضعية تشابه وضعية الشهيد اليوم مصطفى بدر الدين الذي يكون صهر عماد مغني الذي اغتيل عام 2006. دوره العسكري كاترين بدأ من خلال حركة فتح في منتصف السبعينيات، وهو كان جزء من الفرقة 17 كما هو معروف كما كان معروف آنذاك، وانتقل إلى حزب الدعوة، من حزب الدعوة إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي. دوره كان العسكري في لبنان معروف من خلال حركة فتح، وهو أوقف في الكويت عام 83 لدى اتهامه بتفجير السفارة الأمريكية في الكويت، وسجن في الكويت حتى عام 90 لدى فراره من السجن مع الغزو الأمريكي مع الغزو العراقي للكويت عام 90 الذي تلاه طبعا حرب العراق. هذا الدور العسكري الذي أحيط به مصطفى بدر الدين خوله بعد بضع سنوات ليصبح بمثابة الرجل الثاني في الحزب، وخصوصا بعد اغتيال صهره عماد مغني. كنا في عمل سابق قمنا به عن تعقب المخابرات الأمريكية لعماد مغني خلال الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي في لبنان، أتينا على اسم وضع
وضح لنا اسم مصطفى بدر الدين في كثير من التقارير المخابراتية الأمريكية خلال ثمانينيات القرن الماضي، في محاولاتهم أيضا لتعقب عماد مغني عبر أقاربه ومعارفه، وأبرز الأسامي التي ذكرت في تلك التقارير كان مصطفى بدر الدين، حيث حكي من معلومات مصدرها أمريكي، طبعا هي بحاجة إلى تأكيد من مصادر عدة لتصبح مؤكدة، أن إحدى العمليات التي قام بها عماد مغني من خلال خطف إحدى الطائرات عام 86 كان هدفها التفاوض للإفراج عن مصطفى بدر الدين في الكويت، وذلك لم ينجح قبل فرار مصطفى بدر الدين عام 90 بعد 4 سنوات مع الفوضى التي حلت في الكويت مع غزو عراقي للبلد. هذه أبرز المعطيات. طبعا يبقى المعطى المستجد الأبرز في السنوات القليلة الماضية هو اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من ضمن الأسامي الخمس التي اتهمتهم عام 2011 باغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان اسم مصطفى بدر الدين موجودا بين تلك الأسامي، وهو الذي عرف باسمين أساسيين ذكرتهم المحكمة، اسم طبعا سامي عيسى وهو الاسم الذي قالت المحكمة أنه يتخبى به أو يتخفى به بلبنان، والاسم الثاني هو الياس صعب، الياس فؤاد صعب، وهو الاسم الذي عثر عليه عبر جواز سفره عندما كان في الكويت وتم سجنه في الكويت بهذا الاسم على جواز السفر المزور. كاترين، هذه أبرز المعطيات بهذه اللمحة السريعة عن هذا القيادي في حزب الله. طبعا المعلومات الكاملة سوف تبدأ بالصدور من المصدر الرسمي لها من حزب الله في الساعات القليلة المقبلة، وأيضا بنفس الوقت تتضح معالم وكيفية تنفيذ هذا الاغتيال وهوية الجهة المنفذة. نعم كاترين، شكرا لك جاد. أنا برجع لك حضرة العميد وبدقائق يعني قليلة لأن مضطرين نختم، انتهى وقتنا. بدي هيك يعني مثل خلاصة لكل ما تفضل به بشأن الانتخابات وما هو مرتقب للمعارك المقبلة. لك شو نقدر نمرق بهالكم دقيقة. أول شيء معركة الجبل واللي أهم فيها أنا برأيي شوف الواقع المسيحي قد تحرر من سيطرة وليد جنبلاط، الإقليم الخروب أكيد ما بقى له في تعاطي، المعركة بكل القرى كترمية شحيم برجة ستكون معركة عائلات، طبعا في بعض الـ يعني اللي بيكونوا بالعائلات منتمين لأحزاب ولكن معركة عائلات، اللي كانوا متوقعينهم انه كانوا عم يعملوا لهم انه هيصة وانه هني قوية الجماعة الإسلامية الإخوان المتأسلمين بيّنوا أنه بالحقيقة بواقع الحال بالإقليم الخروب اللي كانوا عاملين فيه ضجة ما قالون قيمة لأنه أكترية اللوايح مثل ما بيقولوا شطبتهم وخرجتهم منه، العرقوب رح يكون كمان معركة عائلات وعيال، المعركة السياسية الأساسية رح تكون في صيدا، لائحة أسامة سعد صوت الناس لائحة قوية لأنه لائحة شباب اللي بيساعدها أنه فؤاد السنيورة بخبثه وكرهوا لبيت الحريري وظنوا انه هو رح يرتن بصيدا، رح يوجه ضربه لاحمد الحريري ولبهية الحريري بدعم من محمد زيدان شريكه. الشيء اللي بحب اختم فيه التوجه الى القضاة وبالتحديد الى القاضي علي ابراهيم القاضي المالي. ما عم نسمع اذا وزير الاقتصاد بيقول في روس كبيرة بعد ما شفت يا سعادة القاضي علي ابراهيم انك وقفت لك شراس كبير بعدك عم تدق بالموظفين الصغار انتفض لانه عم نقول عنك ادمي ومرتب بعد قاعد عم تفش خلقك بهالمعطرين يا قاضي يا علي ابراهيم حفاظا على سمعتك دق بالكبار حتلعب بالصغار. والشغله الثانيه لكل الطبقه السياسيه الطائفيه والمذهبيه قبل ما تعملوا اي شيء لا انتخابات نيابيه ولا انتخابات رئاسيه طبقوا على انفسكم وعلى كل من يريد أن يعمل بالسياسة قانون من أين لك هذا حتى تبينوا على حقيقتكم أنتوا وولادكم والأصهر والأخوة والأخوات وأبناء العم. وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم حضرة العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون. أهلا وسهلا فيك من جديد. أيضا بشكركم مشاهدينا على متابعتكم برنامج الحدث لليوم وإلى اللقاء في الغد.